اما بنتكلم، وخليني استخدم العباره دي، ان يكون في شراكه حقيقيه ما بين الحكومه المصريه وما بين الحوار الوطني لضمان الاستمراريه، وان الناس تبدا انها فعلا تشوف جهدهم وشغلهم ورؤيتهم دي محل تنفيذ. خليني عند النقطه دي اسمع راي وجهه نظر الكاتب الصحفي الكبير استاذ اكرم القصاص، رئيس مجلس اداره اليوم السابع. مساء الخير يا استاذ اكرم، كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. مساء النور، كل سنه وانتم طيبين. اهلا وسهلا بيك يا استاذ اكرم. الحوار الوطني، ولسه بنتكلم عن يعني دوره مع الحكومه المصريه في طبعا مواجهه التحديات اللي بتواجه المواطن المصري، شايف ازاي هذا الدور وفعاليته يا فندم؟ يعني بصراحه الحوار الوطني منذ دعوه الرئيس في ابريل 22 لهذا الحوار، وهو يعني تجاوز السنتين اهو، نتائجه ظهرت في اكثر من مستوى، توصيات الجزء الاول ثم الجزء الثاني، واهم حاجه انه مع الحكومه السابقه كمان واظن مع الحكومه الحاليه في لجنه تنسيقيه مع الحكومه بالشكل اللي يبقى فيه تباحث للتوصيات وغيره بشكل مهم. والحوار الوطني الحقيقه هنا له دور مهم بشكل عام. الرئيس عبد الفتاح دائما ما يوجه الحكومه إلى أنها في كل القرارات أو السياسات المتعلقة في وجهات نظر أنها تقيم حوارات مجتمعية وحوارات مختلفة وتستمع لآراء الخبراء وأسماء وآراء التيارات المختلفة وصولا لأفضل طريقة. ده الحقيقة الدور يقوم به الحوار الوطني بشكل عام، لأنه نجح في أنه يعمل جسور من الثقة بين التيارات السياسية وبعضيها، والتيارات السياسية والتيارات المختلفة سواء المتنوعة يعني التيارات السياسية المتنوعة. فبناء عليه الحوار الوطني يمكن أن ينوب عن هذا المجتمع بشكل مهم بإقامة حوارات حوالين كل التفاصيل. والحقيقة أنه منذ البداية توصيات الحوار الوطني وضعت يعني نصف أعين الدولة. الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة من جانبه استجاب منذ بداية لجنة العفو الرئاسي وتنشيطها وخروج مئات من المحتجزين سواء بقرارات من النيابه او بسلطه الرئيس. ونفس الامر فيما يتعلق بانه مش بس خروجهم، كمان سياقات انه ايش تشغيلهم ودمجهم في المجتمع نفس الامر فيما يتعلق بالمجلس الاعلى للتعليم، مفوضيه التمييز، قانون المعلومات، التشريعات المختلفه. فهنا الحكومه يمكن ان يكون في تعاون واضح مع الحوار الوطني بالشكل اللي يفيد المجتمع ويفتح الباب لمشاركه حقيقيه للخبراء وللتيارات المختلفه في القضايا المطروحه بشكل. اولوياتنا ايه دلوقتي يا استاذ اكرم؟ اولوياتها اظن انه امانه الحوار الوطني هتلتقي مع الحكومه بتشكيلها الجديد، وسيتم تدارس التشريعات الخاصه بالممارسه السياسيه، انتخابات مجلس النواب والشيوخ وغيره، التوصيات اللي اتحطت في الجلسات المختلفه في الجزء الاول وغيره، وكمان التوصيات ربما الاقتصاديه. المجلس الاعلى للتعليم اعتقد هيبقى مهم قوي. المجلس الاعلى للتعليم ميزته ويمكن الرئيس شجع ده بشكل كبير انه يكون هناك سياسه للدوله في التعليم لا ترتبط فقط بالوزراء ولكن ترتبط بسياسه الدوله واحتياجات السوق وغيره، وتضم خبراء وتضم ناس ذوي خبرات مختلفه في التعليم، فيبقى فيه قدره على انه نولد ده. ف الجزء الخاص كمان بالتوصيات الخاصه بالاقتصاد، بضبط اقتصاد السوق والعرض والطلب، بالرقابه على الاسواق، بتلبيه حاجات المواطنين العاجله فيما يتعلق بالشكاوى، فيما يتعلق ب والحكومه ادت الحقيقه حسن نيه كبير. رئيس الوزراء طلع قال انه في اولويات وانه منظومه الشكاوى الحكوميه سيتم تفعيلها، ودي برضه فكره مهمه. صحيح. التواصل بشكل عام بين الحكومه والمجتمع وبين الحكومه والتيارات السياسيه هو اهم شيء، واظن ان ده اثبتت التجربه خلال السنوات العامين الاخيرين منذ دعوه الرئيس الحقيقه للحوار الوطني، ان في جديه من الدوله لتوسيع المشاركه وتوسيع المجال العام بشكل. تمام. نقطه اخيره استاذ اكرم، الحكومة في برنامج عملها اللي هيعرض على مجلس النواب، مش هقول تتوقع لكن تأمل ان يكون شكل البرنامج ده ايه؟ يعني البعض يقول لك هي هتبقى سياسات عامة كده او رؤية عامة، ولا رؤية يعني تفصيلية بإجراءات محددة بتوقيتات، يعني كلام في العموم ولا كلام مفصل؟ خلينا نكون عمليين ونتعامل بعملية مع الجزء النظري، لأنه ممكن الشخص أي واحد فينا
بره الموضوع ممكن يبقى ايه مستسهل الحكايه. انا بتطوري الوزراء الجدد بشكل عام هيحتاجوا وقت عشان يدرسوا ملفاتهم ويحطوا مخططات. الحكومه بشكل عام لو عملت كفريق واحد، واظن رئيس الوزراء وعنده تراكمات يعني بما يجعل الحكومه استمرار للحكومه السابقه فيما يتعلق بالحاجات التافهه. في تصوري الخاص انه من المهم انه املي اتصوري انه يبقى فيه الجزء العادل فيما يتعلق بضبط السوق، بيتعلق بالتواصل مع المجتمع، الحاجات العاجله، قرارات البناء، التشريعات اللي الحوار الوطني طرحها فيما يتعلق بالممارسه السياسيه، المجال الشعبيه المحليه، وفي جزء اجزاء متوسطه وبعيده المدى تتعلق بالتعليم، بالصحه، بالعلاج على نفقه الدوله، بالتامين الصحي الشامل، وهو ده ضروره مهمه جدا بدانا المرحله الاولى فيه. وبالتالي فهنا اهم شيء في رايي في حوار برنامج الحكومه ان يكون هناك فتح الباب للتواصل المباشر، اما الاجابه على الشفافيه في الطرح، عدم الاكتفاء بالبيانات المختطفه، وفي نفس الوقت العمل بشكل عاجل ومتوسط وبعيد فيما يتعلق ببرنامج، ما يبقاش زي ما انت بتشيري كده، ما يبقاش برنامج عام بس في احنا عندنا نقاط محدده تتعلق بحاجات كثيره. واظن توجيهات الرئيس خلال الفترات اللي فاتت للحكومه انه تجاوبوا على الناس، تعملوا تواجهوا الاسئله المطروحه مع الاخذ في الاعتبار انه احنا عندنا طول الوقت الحقيقه في نوعين، في ناس مواطنين عاديين لديهم تساؤلات ودي تساؤلات مشروعه موجودين في المجتمع، وفي منصات معاديه دي غالبا شائعات واكاذيب وغيره، كل الدنيا يعني اعتقد ان المصريين خلاص عندهم مناعه منها، لكن خلينا نقول انه في اسئله واعتراضات وتساؤلات مشروعه لدى المواطن المصري يجب عليها اجابه. ودي توجيهات الرئيس الحقيقه، ودايما الرئيس كمان كان بيتصدى للرد عن الحكومه، فالحكومه مطالبة ان يكون التواصل ده موجود زي ما حتى وجه الحكومة وجه الرئيس الحكومة السابقة، وبالتالي التوجيه ده والتكليف ده موجود ومستمر، واحنا محتاجين طبعا انه يتحقق. شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاصي الكاتب الصحفي الكبير طبعا على وجود حضرتك معنا.